خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة جنوب سيناء واللي نظمت المؤتمر التحضيري الثاني، وده في إطار الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، وده هيعقد خلال الفترة ما بين 29 نوفمبر والحد 1 ديسمبر اللي جاي في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية. وبيهدف هذا المؤتمر اللي بتشارك فيه الهيئة العامة للرعاية الصحية بالخروج بتوصيات فاعلة علشان نحقق مستهدفات الدولة في مسألة النهوض بالسياحة الاستشفائية، وده لأنه دي وجهة مهمة، وجهة سياحية هامة جدا، لها عائد اقتصادي كبير، لها دور كبير في زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي. خلينا نفهم مع حضراتكم بالتفصيل. معنا دلوقتي على الهاتف دكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو اللجنة الإعلامية لمؤتمر السياحة العلاجية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكيف هي الاستعدادات لهذا المؤتمر ومسألة السياحة العلاجية؟ ودي نقطة هامة الحقيقة، لأنه مصر تمتلك المقومات لتكون وجهة سياحية علاجية، وتمتلك يعني المهارات أيضا من الفرق الطبية وحتى العلاجات الاستشفائية في يعني سيوة وغيرها. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني هو طبعا المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، أنا عايز أقول لحضرتك أن مشروع السياحة العلاجية بشكل عام هو بيعتبر من أهم المشاريع، ونستطيع أن نقول عليه أن هو يعني مشروع من المشروعات القومية. خليني أن أقول لحضرتك أن حجم سوق السياحة العلاجية بيقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويا، وأن السوق بتاع السياحة العلاجية بيتنامى بصورة كبيرة بتصل لأكثر من 13% بصورة سنوية. دكتور فتحي حضرتك لسه معانا؟ طيب احنا هنحاول. سامعين حضرتك يا دكتور؟ اتفضل. طيب هنرجع نحاول نعاود الاتصال بدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الاعلامي للهيئه العامه للرعايه الصحيه وعضو اللجنه الاعلاميه لمؤتمر السياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه ده يعني بند جديد في السياحه، جديد بالنسبه لنا لانه بقى واخد رعايه واهتمام قوي من الدوله، والحقيقه انه الكل يعي تماما يعني ايه سياحه علاجيه واهميه السياحه العلاجيه. واحنا عامه بنحاول ان احنا كدوله مصريه نوفر منتج سياحي مختلف ومنتج سياحي متعدد الاوجه. ولما بنكلم حضراتكم عن السياحه العلاجيه، اللي راح سيوه وشاف هناك المياه الكبريتيه وازاي الناس بتتعالج بيها، وازاي الناس بتيجي من كل دول العالم علشان تروح وتتعالج هناك. تقريبا رجع لنا دكتور فتحي على التليفون. مساء الخير يا دكتور، حضرتك معانا. انا سامع حضرتك. نستكمل حديثنا عن السياحه العلاجيه، اتفضل يا فندم. يعني زي ما كنت بقول لسيادتك ان مشروع السياحه العلاجيه هو بيعد من المشروعات القوميه، لان المشروع ده في دول بتقوم اقتصادها بشكل كامل على موضوع السياحه العلاجيه، وده سوق بيتنامى بصورة كبيرة. يكفي ان حضرتك تعرفي ان هو في عام 2030 هيكون يعني السوق ده بيبلغ اكتر من 346 مليار دولار. هو سوق كبير جدا. الدولة المصرية لديها الامكانيات التي تؤهلها على المستوى الصحي او المستوى الاستشفائي ان هي تكون سوق جاذب للسياحة العلاجية على مستوى العالم. صحيح. ويمكن المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية إن شاء الله اللي هيقام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم هو بيحظى بدعم ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بيؤكد على مدى الأهمية السياسية للحدث ورعاية القيادة السياسية ليه في القطاع الصحي، لأن القطاع الصحي يعني هو زي ما أشرت لحضرتك هو دور مهم أو ملف من الملفات الهامة في الدولة المصرية. في نقطة في غاية الأهمية أحب أشير إليها، أن مؤتمر السياحة العلاجية هو مؤتمر بيتم تضافر جهود الجميع، سواء كان قطاع الرعاية الصحية الحكومية أو قطاع الرعاية الصحية الخاصة، وهو التكامل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأضيف على كده كل أجهزة الدولة بالكامل هي مشاركة في هذا المؤتمر لإنجاحه، لأن زي ما أشرت لحضرتك أن السياحة العلاجية بشكل عام
هي تعد مشروع قومي، لان هناك دول تقوم اقتصادياتها بالكامل صحيح على السياحه العلاجيه. صحيح. يعني بس اعتقد يا دكتور ان احنا بدانا نكون على خريطه السياحه العلاجيه، وابتدينا نشوف ده في يعني عمليات التجميل، بقينا بنشوف انه في شركات سياحه بتتعاقد بشكل كبير مع دكاتره معينين مصريين، بنشوف ضيوف من يعني الوطن العربي وغيره موجودين في مصر، وبيتم استثمار ده بشكل جيد يعني لصالح السياحه المصريه. بالطبع، يعني زي ما حضرتك اشرتي ان مصر لديها كل المقومات، سواء من منشآت صحيه مجهزه باعلى المعايير ومعتمده من الجهات الاعتماد الدوليه، وتضم عدد من الخبراء والاستشاريين في كل التخصصات. ويمكن الهيئه العامه للرعايه الصحيه كمان بتقوم من خلال مشروعها للسياحه العلاجيه، ومشروع نرعاق في مصر من خلال محافظات جنوب سيناء ومحافظات الأقصر ومحافظة أسوان، باستقطاب الأجانب لتلقي الخدمة، اللي أنا عايز أقول لحضرتك إن هي ما بتقلش عن مستوى الخدمة اللي بيتم تقديمها في أعلى الدول. صحيح. بشكل عام، يعني أكثر الدول تقدما بيتم تقديم فيها نفس المستوى الذي يتم تقديمه في الدولة المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو اللجنة الإعلامية لمؤتمر السياحة العلاجية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.